السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صباحكم الصباحي والورد والميلاحي، صباحكم صباحين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، وهذا أنا. وغود مورنينج، وصبحكم الله بالخير مرة أخرى. ومشاهد أبوي من حضيبة، السلام عليكم. السلام. How are you؟ كيف حالك؟ ما لنا عد بك يا أبوك، غطيت عنا غطى يا أبوك. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا، مليون مرحبا. أقولكم أمورنا طيبة، رمسنا البارحة شرمس الفنان وختلنا ختلة. البارحة سمعتوا طيحت الحمالي، هاي البارحة طيحت أنا، ولا دريت بالدنيا لين الصبح الفجر. وعقب ما صليت وعينت من الله خير جلست اتمشى وشوي وريوق، وعندك ودونك يا فارس بن عبد الله ومحمد بن عبد الله ومرزوق وهلال والشباب، وتريقنا وعينا من الله خير. منو سيارة سيارة منو هاي الصفرة؟ والله تحلف. والله ما عارف. ما زين إلا هاللون يا أبوك، لون ولايتي. عليكم السلام. وين؟ ستاربكس. وين؟ ستاربكس. ولا ديروما. أبوي نحن يا ساتنا، هذا أبو عوشة راشد بن سالم، وهذا أبو عبد الله، وهذا بن حضيبة، وهذا أبوي عبد الله سيف بن عبد الله، وياسين أبو لاسرنا بحر، ولا حد منا غطر ولاته بحر سهيلي. اليوم من أصبحنا سهيلي يطبق طب مرة، ما حد رام حتى يودم بيته اليوم من السهيلي. الله المستعان. ماشي ياسين اللي لف سرط ما تسرط، سرط ما تسرط، سرط ما تسرط. من أصبحنا وقفنا من ريجات، وحين الفوايل شيء حار وشيء بارد والدنيا مطر. هاي بقى سهيري وسهيري، هاي بقى علامات سهيري. من حط أبوي تحط استكاناتك وفنايلك، ما توعابه التراب والطباب، ها لمزر الدنيا كلها ناهيك عادة. كان عندك كفالة ولا شيء ولا سحيحة ولا شيء، تاشوف طع شاشة التليفون، هاي يسمونه سهيري. هاي علامات سهيلي، ها اللي تشوفونه طالع ما زربوا الدنيا كلها تربات يحذيك ابدا. اللي كشت سودة تغذي كشت بيضة. الله بالمستعان. هذه يا ستي الله يحفظكم مرة، ضك السيف هالمكان الفنان الهادي اللي ماشي شراته المريح اللي يسوى نوم العين. والمكان هادي صوخ حين انت رجع يدخل وقت الأذان، متسبحين متلبسين معينين من الله خير، وإن شاء الله نحين بنصير بنصلي بنرد بنتغدى وبنقيل وبنمسي، ويومين ثلاثة بيخطف انت راهن. أو أنه يترياني ما شل السمك يترياني أي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أبو سيد ترى البارحة اليوم ما شي صيد، شو السبب؟ سهيلي وطباب، وهو ما حدش البحر، فلذاك يكون السمك أبوي تاو عادة غرقانة من دهنة السمكة روحها يعني. هذا ترى سولي اللي تشوفونه طوراني يشابه حد من العرب. ف يعني تصلش حنا هو سمين سمين، لكن صيد البارحة في الليل، لو صيد اليوم الصبح تلقطون التاوة تزح من الشحوم. سبحانك يا رب. هاي الفسكرة، ها محمد، هاي خلها حق الريايين، هاي الفسكرة وحدة حقنا، لا تنسى أذكر أذكر العودة منهن. يا الله ما كنت أقول على هواكم، وين تبون وينهم؟ إيه والله الله يبوكم اليوم طباب. حر حدي حثي ويهك برمل، حرامي أنك تحر حدي حثي ويهك برمل. شوف ها شوف شوف عائل السهيلي قاعد يطعس مكودلنا همر عند الباب درب الدكه. محمد بهلال شو اسم طيرك؟ رزين؟ لا صدق والله. لا والله
واحد والله فنان هو. الله حي ابو محمد. شوفوا هذا عرسيته للشام. ها مو خم الوقت خوم. يا الله يا رب المطر. يا الله يا الله يا رب المطر. الجو يسوى لساوي ما زينك يا جو. حد ساير لبانو ساير بانو في جاي. حد ساير حد جاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يدرى بمو هذاك اللي توي جاي الحين. هذاك بعد حد فوق بعد ما شاء الله. البحر قال يغني يا ليل. هذا يوم يقول لك البحر يغني يا ليل. هذا البحر يغني يا ليل. اوه اوه ما زينك يا البحر. يلا يا تهسي على مطيه. هم دعاوي البيسات الاول. ما صورت عمري. اي والله صور العرب كله وما صور عمري بلان. شو مستوي علي؟ لا والله صور عمري. بصور عمري ونص. هاي عاد اللي تشوفون الحين شنطة الخيوط حق الشعري. يلا توكلنا على الله. هذا الطيب لولايتي. هذا الطيب. هذا حق عشانه اليوم. هذا حق عشانه يا ابو محمد. هذا هل مبروك. هذا هل مبروك. ما شاء الله ما شاء ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ايوه شوف خطر عليه يرمس. حرامي انه خطر عليه يرمس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. والله اني شاب حد اعرفه هناك على البر حين ما طاعين زي ما دش البحر. اول حرف من اسمه ميم. والله اني شاف ابدا نفس اللثام نفس العيون كبار بس قاصرات انك شب. نعم سبحان الخيبه. ما شاء الله ما شاء الله. ابو محمد اظني في 3 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كانت رقم واحد تكللت بالصيد الوفير. تكللت بالنجاح قبل وعقب الصيد الوفير ولله الحمد. سرنا وينا. اللهم لك الحمد ما علينا باس. كل شيء زين. عم خالد ما يمس على ناس كويسة. على خالد عليك يا خالد ماشا. انا كنت في الشوهات النهاردة بدع طيري. شايف الطير عامل ازاي فرعون. ان شاء الله بشارك فيه في كاس رئيس الدولة وربنا يكرمنا. وده الهداء ليك انت. اسمع الهداء دي ليك انت. اسمع يا كبير. يا بس الله بعد الشاعرين واحد ما تهنا وتغمر الريح. الجاي انت منو؟ فاضل بس هيك على حسك. فاضل بس هيك بس انت وينك نيم؟ لا ما اقوله. اطري ولا ما اطري؟ زين سيد. وانت؟ سعيد بن محمد الكبيس. والله والنعم. زين وانت؟ خليفه بن محمد الكبيس. والله والنعم والنعم. شيء صدته وشيء سمعت شيء مني من الناس؟ الله يحفظكم. صيدنا الحين هذا هذا صيد لحلاح شيء بسيط وصويفيات وتشيشات وزريدي وبديحات. الحمد لله نعمة يبارك الحمد وشكر. هذا أبوي صيد التسلية يسمونه صيد التسلية. هب صيد عامل وعمال وهذا. شوف شوف السمن شوف السمن. محمد طلع صافي هذا. أيوه تبارك. شوف السمن اللي هي كله تبارك الرحمن.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايوه هاي ابو قحان هاي كفروا حق العشاء حين مجبوس بيت سوى فوقه. ايوه يا سلام الحين عادي وقت التمشين اظهر الحين قبل المغرب واقبض ابوي السيف هاي وامشي لين هناك. اسبوع لي خطاف وصلت لين البرقه لين هناك تقريبا ما يقارب ساير جاي 8 كيلو. اليوم عاد العلم عند الله وين بوصل. بقبض الطريق هذا لين ورا بيت قوم كبير ورا بيت قوم بن عوضه وانا ساير لين طك بطالع انا وشطارتي. في ذمتكم شيء احسن من هالصوت؟ شوف كراش ريشة الماي ما زين صوته ما زين الا المشي بكل على البحر دي بالعافية. ما شاء الله بيت قوم قبيل ما شاء الله عليهم حيين في وده مسوين دتشة مرة علي ومرة ذك البحر ودح الماي تحت دتشة بيتهم ما شاء الله عليهم. هذا اخي المكوين انا يعني يوم امدح لكم دتشة بيت حياة قبيل الدتشة والدتشة هاي دتشة ما شاء الله. ها يوم مرة تسك الماء تسك البحر هني ها مرة تسك دق العاف مرة تدحب تحت الدتشة مفروشة يا سلام يا سلام يا سلام يعلم منزل عامر ان شاء الله. شو ما زين للياسة وهناك بعد ياسة بعد من خير يعني نحين مايا سمعيني سلامة سلام عليك مرحبا كيف انت لا خليت منك سلامة شوفي ما حد فاز بالخليل الا انت يا رب يا سعد حظك في اول شبابك ما اختلت يا بوك حياة قبيل بن عبد الله يا سلام سلم يعله الجنة الباردة اسميك فزتي بالخليل وهو انت بعد ما شاء الله عليك بعد ما بسم الله عليك كل ما منك زين يا بنت الشيبة يعني الله يحفظك يطرح البركه ان شاء الله في عيالك ويطرح لكم البركه في هالمكان الزين الفنان مره. وين وصلتوا اليوم؟ وصلتوا غشه؟ وصلنا غشه وحدقنا طيبنا السنه ما شاء الله ما شاء الله صيد زين؟ نعم الحمد لله تستاهلون 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 يعني الله يرزقكم الجنه ان شاء الله. صبك هذا تعال عدالي شو اسمك انت؟ محمد. شو محمد؟ محمد حمدان. اسمك الكامل ابا عبدان والله والنعم الحمد لله. انت تدري زين منو خدت زين يدك حياه قبيل شل زين ما حد شل في الدنيا العوده كلها ليت الا عندي صوره له كان احب انزلها الناس تترحم عليه لوليين ويانا في ابو ظبي بيتذكرون هالمدينه زايد حياه قبيل يا رب البيت والحرم يعله الجنه سلامه. لو سكنكم في وين انتم؟ الصير الاساس مره اساس الصير ايه الاساس الصير لك عيالك يا اغلبيتهم بمدينه زايد ايه الحمد لله انا جايه في الصير ما شاء الله. وماكم من وين؟ انا من دلمه من البحوث ايوه جوال بيت يبونه الصير مره ما في ماء؟ لا في ماء بحر خريج لا حول هذه صورة حياة قبيل بن عبد الله هذا قبيل بن عبد الله المريخي ريل هاي الحرمة كم لها حين متوفى الله يغفر له 11 12 إله الجنة إله الجنة يعلم منزلنا مبارك إن شاء الله. هذا مكانه ما مر على البحر دياوين وداخل عادي ترى بالله هذا داخل هناك يميع لفلل والدنيا هذا اللي واجهة البحر يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله يعني الله يسعدكم. اسمي لمبان الفنان وهذاك القطيع روحه مصلى لو شو هذا ما شاء الله تبارك الرحمن تهنيتوا 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 يعني الله يسعدكم إن شاء الله. هذا أول مرة هي هنا الميرس هذا
هل بني ابنه وصغيرونه؟ بنت. هذه ديازي ما شاء الله على ديازي. يعني الله يطول يعني بعمرك. البيت يوم حياة الشيء المسجد. سبحانك يا رب. الله يطول بعمره. واصل عند العرب كلها. الله يطول بعمره. شكرا الله قناتي. مشكورين ما قصرتوا. فرحت بشوفك يا بنت عمي. الله لا خلا أنا منت عاد أنتوا صدقانا الأول أجيره الأولية على الله يحافظك يا الغالي ثم لا خليت منك يبلغ يبلغ هذه الحرمة اسمها سلامة بنت عبيد المحيربي من قب بيات هذه مخلفت حياة قبيل بن عبد الله يرانا الأول مدينة زايد بيننا وبينهم ما يقارب 6 أو 8 سيدات الأول بين بيتنا وبيتهم من بيتنا لين بيتهم 6 أو 8 سيدات أظني إيين وهذا بيت قوم قبيل يفرد بين بيت قوم قبيل قوم بن عوضة الشبش هذا اللي تشوفونه وهذا يا عثرتي هاي أبوي دخلت على بيت عرب وقربت عندهم وتقهويت وسولفت ورمست هاي ممنوع هذا التصوير الطرف هذا هاي وحين هاي بنيتهم قالت بتصور زين هب لها صورة اسمك شو شمسة لا لازم كامل شمس محمد سعيد محمد علي الظاهري والله والنعم بتعقل لك شمس يلا شمس بديتي ما شوي هون عقل النظارة عقل النظارة العيون الغاويات حدية ويدسن بسم الله عليك الله يحفظك ان شاء الله هذه فلة خالد بن سعيد زين وهذا داخل كل البنيان هذا كل بيت حياة بن عوضة الله يغفر له من البيوت الأولي أول بيتين بنن بيت قوم الهادومة بيت قوم بالعوضة ما شيء قبلهن بيوت وعقب بيت قوم قبيل وعقب باجي البيوت وهذا بيتهم ما شاء الله ما برم أصورها هني الطرف هام بوي ما رم تصور يمين الحريم جالسات هذا طرف البيت يلا أكرمكن الله مع السلامة good night everybody ما بياس أصورك بس الزليقات صورنا وهذا عدال هذا عدال هذا مثل ما تشوفون يوم يقول لك ليت لي في كل حلة صديق اللهم لك الحمد صدقاني ان بقيت في البواطن في الحيور في البحور في اليزر في الحول شرق غرب اوروبا امريكا وين ما سير لي صدقان ترى زين لسانك تغدي الناس كلها خلانك يوم بتعدل لسانك بالطيب في المرمس لا بتطري زيد ولا عبيد لا في شرق ولا غرب ما بتطري الا بالكلمة الطيبة لازم الوادم بطيب لك بتغني زين ورقم واحد عند الناس كلها وكلهم بيحلف براسك لكن يوم بتغني بيعاري ونحيس وملسون منو بيشاهدك والله يا ابوك ما حد يشاهدك غير الكلاب الضالة اللي ياكلون كدك يلعنون يدك نعم ياكلون كدك يلعنون يدك غير ما شيء نسيت اخبركم عن سلامة خلفت حياة قبيل من نساء القلائل جدا في أبو ظبي اللي روحها تعامل البحر عندها بوانيش وتسير الحول اليزر تنصب تحدق هي وعيالها ما شاء الله عليهم وبالأخص هي بالذات من يوم الدنيا تدش البحر روحها شمال طهف هو هي يمكن أظني شيء حرمتين لو ثلاث من هالنوع في عندنا في دولة الإمارات أو في أبو ظبي أتكلم باجي البلاد أنا ما أدري والله شذ خيبة باجي الإمارات لكن في أبو ظبي حرمتين لو ثلاث اللي أنا أعرف متأكد من هالمعلومة ها وين أنا بروم أمشي بوي ها إلا من بيت لين بيت كل من بيت ها وطاع ومنتي قم عاد وطحن من هالدنيا كلها هي ها هذا عاده أفارت القبيسات عاد بنروم عليهم ما حد بيروم على القبيسات يعني الله يحافظهم ويحافظ العرب كلها ما بلا القبيسات الناس كلها يعني الله يسلمك يا أم محمد يطول بعمرك عمرك طويل هاي خدمة منو بالله اللي شايل الكثر هذا كله هاي شي خدمتنا وشي جاهز يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يعني بيت عامر وياك إن شاء الله عليكم هاي أظنيها مدلوج ها إيه مدلوت هذا شو اللي عداله هني هذا تشامي يا سلام يا الله تشامي وانا قطو فرتنا بمصير يا ربي يا هي الدنيا وهذا شو هني
هذا انا مسويته له. شو بالله عليك؟ هذا تمر بالطحينيه وهذاك تمر بروحه. وهذا شو؟ تمر مدلوج. انا بكل مدلوج. هذا يلا كل منها تمر واصب لك قهوه. زين كيف احط طريقته؟ هاي يدلجونها. لا اقص منها واغط في الدهنة. اقص بالدهن. زين طعمها بتاعت طعمها حلوه. هاي البانه؟ لا بالبانه الا مره. يا ربي وين بت وين اي رجيم اي رجيم بالله عيس الحين ثلاث تبي وتخطب بيت قوم قبيل وبيت قوم قوم من عوضه والحين بيتكم انتم ما شاء الله وينها وامشي واصرت. هاي خيمه بنت الشيبه خيمه زجاج اول ما بنوا بنوها هني وعقب ابوي مشوا لا لا الله يغريك بس 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 بس, بس, بس لا خليت منك بس ما يحتاج هذا معزر علي للمدخل ساكن تنقاوي وفنان مكانهم نف وقدامهم ماشية ضكة يمينهم ويسارهم البيوت كلها بعيدة السكنة عنهم عن يعني ما بلي دار بلي دار فتش بينهم بين البيوت يرانهم يعني للخصوصية. شو فائدة المشي عاد الحين هذا أمشي وأسرط ما شي فائدة ما شي فائدة من المشي هذا اللي مشيته كله عبارة ما شايفها لأني كم كان كل ثلاث بيوت اللي قربت عندهم ثلاث بيوت وكل بيت أبوي بفو عائلة وبقهاوي ومداخنة شبت أبوي هي والله ألو هلا حبيبي صلاح ان شاء الله برجع ان شاء الله يمكن بكره السبت ولا يوم الاحد الله اعلم الله كريم الله كريم تغديت انت اليوم ايه شو تغديتوا هامور يا هالهامور بطنك بيدود من هالهامور كل يوم كل يوم كل يوم هامور صلاح حد سوى لك تليفون انت اكيد ماشي مطلوب علي رقمكم عطيته عرب رقمكم بيد اقول لك تليفون ما حد دقلك لا لا ما باليد حيله بيد اقول لك حبيبي تحمل لا تخلي حد يجلس عدالك محب يرمسك هي تحمل تخرب الخطه والله مو خطه بس هي اشكر فنك شكرا صلاح ثانك يو ثانك يو عنبره يا عنبره خس الله الوجه يا عنبره زي اقولكم عشان اليوم مميز على هالاساس بصور لكم اياه قايل لكم انا ما بصور لكم الا شيء مميز من قبل اليوم كان العشاء الغداء غرف غرف ما خص فيه الغداء كان مشواي ومقلى وصالون وكل شيء هذا الله يحفظكم عشانه شوف العشاء يبو فوق ريحته قادي يا ابوك متحرها مسك ها اسيب ما زينه اللومي اليابسة والسنوث والليلان محموس ومذرور على ويه الجدر وخذ الاسكار لين يوم الاسكار وحين قادي كل حبة على راسه أيوة 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 يا سلام يجيب العافية يجيب العافية هذا جسمي أنا الرأس هذا جسمي انا عطني حليل يا اخويا اذا اكو شيء راس ابوي غيره واحد هذا كله زينان لكن العود انا اخذته هذا انا باخذ هذا يلا يا رجال عندك كم واحد من غير انا ابوك انت ودرت الدنيا كلها ها عيش ما با وايد ها بس القيمة شوي يود بعد ها بعد بس خلاص هذا ترى الراس كله خير ها هاي سليتة الراس هاي روحها لفوق الراس هاي اللي طق شوف الله يعيفك اروحها سوالها بلاد ناهيك عاد عن العين العين وش حمته العين وش حمته شوف الله عليكم شوف الله عليكم
وش حمت العين؟ كبر الفنيان. والله انها متعه متعه متعه. اللهم لك الحمد. ليش مفروض انه ما يكون كل حبه على راسه؟ لازم يكون لبتش شويه. يعني شويه لين. يكون ملتبت شويه غادي يشوف ما شي شراته العيش. ما شي شرات اسوى عن البلح الاسمك يوم هو ناضي ويغدي ترف ومدفون سمكته مدفون في العيش ما بمظهور اروحها لا اسكار مره من تذهب الطبخه قبل وهي والجدر يقمش قبل ما تسكر عن الضوء من بتخف على الضوء شو تسوي تكون حامس سنوت ليلان والذره على الويه من فوق تيرشي يراشي غادي ما يروش شو تغدي ريح تخلاص هاي نضرب مرة فوق ويه الجدر مرة كنا أبوي اليوم كل ما حد أبوي جاي مسوي صوالين ومتجابيس ولح قلناها كل ودوا هنا وكل الشباب ما شاء الله عليهم كل أبوي سمك كلهم سمك وين لا بس علي كم باكل يا رجال وعوشة ها شو الفوقة رقم واحد غادي كلونا هو شو نقول له شو نقول له مثل غير أبو محمد هذا الرجال لقاني وقال لي بصورك حق انت منين بتصورني قال بصورك حق رجال منو الرجال قال خذ خذ قال هو النعم والله اني بصور وياه لين واسلم عليه بعد بعدي الله يسلمك الله يجزيك خير مشكور مشكور يا ابو محمد ما والله لو شفت الدور هني الليل وانك ما شفت حياتي ما شفت انا من زمان عندي بهالليوه هاي شو هذا اللون مطلوب على الليوه والله يا ليوه والله يا دور صح انه فاتك فاتك لا غير بطرش لك على تليفوننا هذاك اللي تعرفه بطرش لك لقطات منه ان شاء الله يلا استارج في البحر والله دنيا يوم اقبلت يتبش عره تنقادي يوم ادبرت سلاسل قطعت ما فادي شطر من بيت قصيد ينضرب الوصوف وتنضرب الامثال من استوت الدنيا لين يومنا هذا ومن البديهي ومن المتعارف عليه ان الاوليين ما يعدون بيت قصيد بهالغزر إلا له معنى ومعنى قوي ومشى هالمثل وهالبيت القصيد من هذاك الآن إلى هالآن والحين بنطري لكم وبخبركم قصة بيت القصيد هذا يعود وقت القصة إلى زمن القوس في رحلة من رحلات القوس ظاهرين الجماعة ويوم من أيام الله استوى شمال ضربت شمال عليهم هويات وطهفات فتحدون يوم يأتي الشمال ودي المهب والطهف يبندرون الغاصة يبندرون لين تخف الشمال ويطيح الهواء ويدوق ردوا قاصوا في الوقت اللي بيغوصون الله يحفظكم ومن عقب الشمال من بعد من عقب الهويات والطفات يكون البحر شوية تقل الرؤية فيه ويغدي البحر مدلخ يعني ما تشوف شيء المهم هذا اللي يعجون في رقابهم ديل أحد القاصة قاص يلقط محار يلقط محار حال اللي يلقطون يلقطون المحار ويحطه في الديل ركب فوق نبر يوم نبر ولن حط الديل وعق المحار اللي هو يمعه الغيص هذا على الفنة ولن شيء محارة متعلقة في لحيته روحها شابصة في لحيته بشعره نشي ونفضها وعقها عليهم قال عاد في خاطره يقول هذه من نصيبي أنا الله العالم هاي رزق من الله هذا مش من حساب اللنج اللي أنا وياهم أنا هذه روحي بعزلها حق عمري وبشوف شو الله مرزجني شيء طبيعي هتصرف خاطئ يعني يقول في خاطره أنا من صكيت وقربت قرب الهير هذا الهير هو المكان اللي فيه المحار فلذلك يقول الله مرزجني هالمحارة فلذلك أنا اختصيت العمري الأمرار من يخلصون عاد هو عزل المحارة هاي على يم وكمل يغوص يغوص وينبر يغوص وينبر ويمع من المحار كان المحارة هاي اللي كانت ناشبه في لحية عازلينها عليهم ما حد درابها والمتعارف عليه يوم يغوصون الضحى من يغوصون الضحى يفلقون المساء المساء يستوي الفلق يفلقون المحار كل يظهرون يعني اللي داخله يعني شيء طبيعي من الألف محارة يظهر 50 محارة فيهن شيء وخمسة والباقي يعني يظهر فاضي يعني المراد يا وقت الفلاق يا وقت الفلج حين يفلجون العصر أول ما ذكر المحارة اللي ناشبة في لحيته أول ما صار فلقها ولأنها حصبة
فرح وطواها بطرف وزارة، قال هاي من نصيبي، هاي ما أحب يشوفها أبدا. وبرر لنفسه أن هذه رزق من الله، أنا ما بيابلها في الديل، واخترت من بد المحار هذا اللي في الديل، هذا جسم الجماعة، حالي حال الغاصة لي من غير، لكن هاي روحها متعلجة في لحيتي، فهاي أبوي مب من جسمهم، هاي روحها تباني أنا متعلجة في شعره من شعر لحيتي، فلذلك أبوي هاي الله خاصني أنا فيها، لو أني أنا لو أنها جاي من بد من ضمن المحار اللي في اللي الديل بنقول يعني ما عليه، لكن أبوي هاي حقي أنا، وشي طبيعي هالتصرف خاطئ 100% حرام. علما بأنه في هذاك الوقت أي إنسان من اللي يفلقون يحصل الدانة هذه، يفلق الدانة يعطونه أكثر عن كل حد، يزيدونه ما أدري عاد قلاطة ولا قلاطة ونص ولا قلاطتين، العلم عند الله، لكن ما يتحاسب حال حال الغاصة لي من غير، هذا قانون عند هل بالبحر الأول. مراد الرجال أبوي ربطها بطرف وزارة، قال إن شاء الله يوم بيستوي القفار وبرد البلاد بطالع لها حدا الطواويش وببيعها. استوى القفال وردوا البلاد ولقط لحد الطواويش وقال له ترى أبوي أنا عندي هاي الدانة. قال له دانة وين جايت إنك دانة؟ أنت تغوص ويا الفلانيين؟ أنت غيص؟ قال لا أنا روحي صرت أغوص إلا قرب ولقط لي الدانة هذه. هذاك بعد كذب مرة ثانية وهذاك يصدق. المهم بتاعت الدانة، بتاعت بكم؟ بيعت الدانة ب100,000. ال100,000 هاك الأيام يسمونها لك، منو عادة هاللي عنده لك هاك الأيام؟ لك سواله الدنيا ومهاته، لك ترى يقول فلان ملكك، الملكك يعني عنده 100,000، ال100,000 هي لك. قال حين هنا ملكك وخلي حد يتنوخد علي، لا والله أنا روحي بقدي نوخده. نشبه ويخذ له محمل وتقوض ويمع له الجزوة ويمع له الغاصة، وخذ أبوي هاك المحمل اللي ماشي شراته، ونش أبوي وكل شيء مزرع من كل شيء، ربطوا بحبال كمبار وبخربات وبسلاسل وصنادج، انقعد شمال بعد ما حين لا مد الغوص ولا غاصة ولا يربوا ولا همك الله ولا يحزنون. انقعد شمال وتازم أبوي الشمال، تلطم بهذاك المحمل شرق وغرب، وقطعت سلاسل وخربات وحباله ودنيا، ولطمت بأبوي على الصلابيخ الحصى، وتكسر وغدا هباء منثورة. طرى عليه الخير يوم ياه وقبل عليه يبشعره من لحيته، ويوم أدبر عنه، ترى الدنيا يوم أدبرت قطعت السلاسل والحبال وتقطع المحمل وتكسر بكبره، غدا قطعة فعد بيت القصيد هذا الشطر، ان هذا دنيا يوم اقبلت يتبش عره تنقادي، ويوم ادبرت سلاسل قطعت ما فادي هذه الدنيا. المراد فهمه من هذه القصة الأمانة، الأمانة ومال الحرام إذا كان لبنة مال الحرام شيء اللي عندك انت، لكن بنت الاساس حرام، رب العالمين ما بيطرح لك البركه، لان الاساس حرام، بني على باطل، اي شيء يبنى على باطل بيتم دبه حياه باطل، اي شيء يداخله الحرام رب العالمين يقل خيره ويقل نفعه ويتقارد عليك وفي صحك وفي بدنك وفي مالك وفي تجارك وفي عافيتك، لان الاساس حرام. وتم هذا الوصف وشطر القصيد هذا يتردد من هذاك الآن إلى هالآن، الناس كلها تعرفه، يا غير أنا حبيت أذكركم بهالشطر هالقصيدة، وتصبحون على خير.